يا باشا الكلام ده مش مظبوط، اكيد في حاجه غلط. شاكر مستحيل يعمل كده، انا عارفه كويس. بص يا سليم، الحاجات دي ما بتتاخدش بالعواطف. انا اشتغلت في التفتيش سنين، وشغلي علمني ان مفيش حد كبير على الغلط ولا حد فوق الشبهات. يا باشا مش موضوع عواطف، سعادتك هات ملفه بنفسك وشوفه. ده واحد ما خدش ولا جيزه في حياته، بعدين ده واحد مات وما سابش اكل اسبوع في بيته، هيجي يسرق دلوقتي؟ ما كان عملها من زمان. بص يا سليم، مفيش حد اللي بتولد حرامي ولا فاسد، لكن في حاجه اسمها المره الاولى. المره الاولى دي ممكن تجي لك في بدايه حياتك او قبل نهايه خدمتك بساعتين. يا باشا كده حرام، ده مات شهيد، ده واحد ضحى بنفسه عشاني، هنيجي دلوقتي نطلعه حرامي ومرتشي؟ يا سليم احنا مش عاوزين نعمل حاجه، كل الحكايه ان يوسف بيه العدوي بنته شغاله في البنك المركزي. الراجل شك، طلب منها كشف حساب لكل الشغالين في السجن، جابت له كشف الحساب، اكتشف ان فيه 100,000 جنيه اتحطوا في حساب شاكر ليله الحادثه، يعني قبل الحادثه بيوم. تقدر تقول لي بقى الراجل الغلبان ده جاب ال 100,000 جنيه منين؟ طب يعني سعادتك لو هو معاه فلوس ومعاه 100,000 جنيه زي ما انت بتقول، هيضحي بنفسه عشاني ليه؟ بلاش، لو هو الراجل بتاعهم هيموتوه ليه؟ عشان يقطع خط الوصل بيننا وبينهم. يا صلاح بيه، انا كنت هناك محدش حكى لي، انا شفته وهو بيموت قدام عينيا. اللي شفته حاجة والحقيقة حاجة تانية خالص. وبعدين في شواهد تانية كتيرة قوي على شاكر غير الفلوس. مش معنى انك اشتغلت معاه فترة من عمرك تبقى عارف كويس جدا. يا باشا مش موضوع شغل، شاكر انا عاشرته كويس ودخلت بيته وشفت مراته وعياله. شاكر مستحيل يعمل كده، ده واحد مات عشان انا اعيش، مش هصدق اللي انا شفته. بس سليم، اعتبر نفسك بره قضية شاكر دي خالص. انا هحاول ملفها لوليد. أنا مش عايز شوشرة عشان شكلنا قدام الناس، ده مهما كان شهيد، وإحنا مش ممكن نطرمخ لا على حي ولا على ميت. طب معلش يا باشا آخر سؤال. اتفضل. دلوقتي شاكر لو معاه فلوس زي ما أنت بتقول، مين اللي حط الفلوس دي في حساب شاكر؟ مش هو ده المفروض الخيط اللي ندور عليه؟ ولو إن ده بقى مش من حقك لأنك بقيت بره القضية خالص، لكن هقول لك لسبب واحد بس يمكن عينك تفتح وتشوف الحقيقة. الفلوس دي يا سليم منقولة لأكتر من حساب عشان ما نعرفش أوله، لكن عرفنا آخره. آخره حساب في ماليزيا. موضوع محتاج شغل كتير قوي يا سليم، بس أنا لآخر مرة بقول لك ابعد عن القضية دي نهائيا، وقعد مع نفسك كده يمكن توصل لحلول، يعني مع نفسك تعرف إن عواطفك دي ممكن توديك في داهية أنت ومستقبلك كله.